السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة صباح الأسبوع هذا، إذا زار مشروع نتاع التهيئة نتاع الواجهة البحرية نتاع الكيطاني وباب الواد، وفيه يعني توسعة للأشغال نتاع التجديد إذا إلى كل الشريط الساحلي نتاع باب الواد، وخاصة الكورنيش اللي يقع مباشرة على الشارع الرئيسي لباب الواد. إذن فيه أشغال نتاع إعادة كل وتجديد كل الساحل، إذن فيه كل الكورنيش تاع الساحل. إذن نخليكم تابعوا الفيديو نتاع الزيارة إذن نتاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى المشروع تاع التهيئة نتاع الواجهة البحرية على مستوى كيطاني وباب الواد. إذن نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.